الهدف ديالنا هو الضوء، ما عندناش لانني انا مزوج وعندي وليدات وعندي تربيه صغيره، يلا عندها 7 ايام دابا حاليا. انا كنضوي عند راسها بالشمعه، فهمتيني. ودرنا الطلب الاول جاوبونا فيه، والثاني انهما مشينا تعيينا عند الرئيس عند محمود، ما عمرنا ما لقيناه ولا شناه. عده مرات حنا كنجمعوا كنمشوا، ديما هو ما كاينش. هذه اول. ثاني حاجه، ثانيا انا داك الشمعه اللي كنشعل عند هذيك الترابيه الصغيره كتطلق لي الدخان، وانتم عارفين الترابيه الصغيره انا ما عندهاش المناعه، فهمتيني. وثانيا وعندي وليد اخر كيقرا من دراسته، دابا القرايه ولات على بعد، فهمتيني. ما عنديش حتى فين نشارجي تليفوني، فهمتيني اش كنقول. ثانيا ضيع في الثلاجه، ضيع في التلفازه، ضيع في الضوء. حنا دابا في 2021 وما عنديش الضوء في داري. انا الهدف ديالي انا بغيت الضوء، فهمتيني. انا ضايع من الضو، انا ضايع ما بغيتش حتى ولادي يضيعوا. هادشي اللي باغي. حنا هاد الحي ضايعين في الضو بزاف. هاد الوليدات كيقولوا لينا صغار، كيقولوا لنا غنعطوهم القرايه على بعد. هاد الوليدات باش غيحفظوا؟ فينو التليفون؟ قال لنا التليفون الواتساب فينو باش غنشارجوا التليفون؟ فين هاد التلفازه غيقراو عليها؟ الواد الحار ما كاينش، الضو ما كاينش. حنا من غنجيبوا هاد الضو؟ واش كاين شي واحد كيحفظ على الشمعه؟ الا كان شي واحد كيحفظ على الشمعه وكان وليداتهم كيحافظوا على الشمعه، حنا وليداتنا غيحافظوا على الشمعه. 2020 هذه وما عندناش الضوء. حنا كنشكو على الضوء ضروري. حنا اي حاجه كيقولها لنا اي طلب كنودوه لهم. حنا خاصنا الضوء، ضايعين من الضوء بزاف. حنا كنعانوا منه بزاف. حنا الحمد لله شوف شحال من دار راه كاينه فوق 400 دار، كلشي الناس عندهم الضوء، حنا ما عندناش الضوء. حنا كنزازم الله يجازيهم بخير، يعطونا الضو، ماشي ما يعطوناش الضو ديالنا. حنا وليداتنا ضايعين. واش كاين شي واحد عنده 6 سنين وكيحفظ على الشمعه؟ الا كانوا وليداتهم كيحافظوا على الشمعه، حنا وليداتنا غيحافظوا على الشمعه. المهم حنا كنهضروا على المشكل ديال الحي. هذا الحي الصناعي راه هو من الاحياء القديمه اللي كاينه في المنطقه. يعني حي قديم، والحي يعني بكل صراحه راه كيعاني من مشاكل كبيره. المشكل الاول اللي كاين فيه هو الكهرباء، راه ما كاينش. وانت كتشوف الوليد، اغلبيه الوليد راه كيقرا في المدرسه. يعني المشكل الاساسي هو الكهرباء ما كاينش. ثانيا يعني ما كاينش الواد الحار. يعني راه داخله هذه في المدار الحضاري، راه دائره تابعه لبلديه جازوله وما فيهاش الواد الحار، ما فيهاش الماء. انت كتشوف الشارع كيدير الازقه ديالو كدايره، يعني كاين معاناه. حتى الضوء بالنسبه للدراري صح، حنا المشكل اش كنعاود لكم معاك على حساب الوليدات اللي كيقراو. فالظروف يعني الضوء راه ضروري ولا خاص ضروري. ما كاينش بلاصه في يعني في العالم كان فيهاش الضوء، خاصه ان منطقه داخل المدار الحضاري ودائره داخله انتخابيه داخله في المدار الحضاري فيهاش الضوء، راه مشكله. يعني حنا كنطلبوا من المجلس البلدي، يعني بكل صراحه حنا كنتوجهوا للمجلس البلدي، ما غنتوجهوش شي جهه اخرى، لانه هو المسؤول الاول على المشاكل اللي كتعيش في المنطقه. الرئيس المجلس البلدي ورئيس المجلس الاقليمي والنائب البرلماني ديال المنطقه ديالنا، حنا كنتوجهوا لهم كنطلبوا منهم باش انه يحاولوا هذا الملف ديالنا يسرعوه لينا. هذا هو المطلب الاساسي ديالنا. كنطلبوا منهم من الجهات المسؤوله كامله، ومن دار الضوء ولا دار الكهرباء ولا اي حاجه، اي واحد خاصو يتدخل باش يحل هذا المشكل ديال الكهرباء. يعني غتخدم انت غير ثلاجه، بغيتخدم غير بوله، بغيتخدم الدراري كيقراو غير الشارع. وقت دابا ملي كتولي 6 العشيه، كتولي المدرسه، الدراري غيدوز الشانطي، ملي غتولي الشتاء وتولي. انا الضوء اساسي في الحياه. واش غتقدر تستغنى على الضوء؟ ما كاينش بلاصه. ود غدير شمعه تقرا عليها، تويت حارق دار، راه مشكله. ان الضوء ضروري، وخاص دابا هاد الناس يسرعوا على الضوء، لان الضوء ماشي بقى ترام. حنا ما بقيناش فحال كنعيشوا في عالم راه في 2020 الناس كتقدم كتزيد لقدام، حنا دابا كنتاخروا كنرجعوا للور. علاش؟ واش دابا هاد خاص هاد الجماعه ما قادراش وما عندهاش شي امكانيات باش تقدر تخرج على هاد الناس، قول لهم حنا ما عندناش، ديروا شي طبله ولا شي حاجه ونبداو نجمعوا ليها. هادشي اللي كاين باش حنا نستافدوا. هذا هو الهم ديالنا. حنا ما كان الناس راه قادره، الناس راه تقدر تخلص، والناس عاد تعاون ودير اي حاجه. لا خاصو كاع بوطوان نتعاونوا حنا نشروهم ونوقفوا ونديروا باش نحلوا هاد المشكل مع الجماعه اللي ما عندهاش سيوله، ما عندهاش ماده، ما عندهاش فلوس. غنشوف نحلوا المشكل معاها. تخرج عند الناس وتشوف اشنو المشكل اللي كاين. حنا ماشي كنحملهم المسؤوليه الكبيره، اين يجوا هما يقول لنا اشنو المشكل اللي كاين، علاش الضوء باش تعطانا علاش. ودابا العروبيات الناس راه في يعني في العروب في المجال القروي عندها الضوء، كيتعطى الضوء، وحنا عندنا في كزول ما كاينش الضوء. راه ماشي غير هاد المنطقه، راه ما كنهضرش على الحي الصناعي، راه غزوله راه في هاد البنيه العشوائيه راه ولات تقريبا راه مدينه اخرى تزادت عندنا. يعني راه كاين لا الناس مضرورين بزاف في الشيشان، في خرارزه، في العرشان بزاف، تاع الناس ما عندهمش الضو. يعني تخرج راه دابا غتستافد غير الشركه، تخرج عند الناس يخلصوا يدخلوا الماكن ديالهم الضو. بلا ضو دايرين هاد الطاقه كتطفى علينا، اللي كيقرا البنيه هكاك الله يجازيهم بخير يشوفوا لينا شحال. ومن نهار سكننا بحالنا بحال الناس. مدة 9 سنين وسير عليها وحنا قاعدين لا ضو لا والو، يلا تتشوف لا ضو كتحاجه الشميعه كتطفى، الطاقه ديالها هو الوليدات، التلفازه ما كايناش، الضو ما كاينش، كارفصين اللي جناها كندوروا بها على الناس. الله يجازيكم بخير ديروا لينا شي حل. مكرفصين من الضو بزاف بزاف بزاف، حنا الحي عندنا كلهم كرفص، حنا ما كنشدو حتى من عند واحد، يلا الله سبحانه وتعالى هو اللي كاين. دوكا شوفوا لنا شحال، الله يرضي عليكم شوف لينا شي حل، قولي ديروا لنا الضو والواد الحار وقت تشوفوا تمام معاه، ولا قالوا شي حاجه راه كنعطوها واخا نعرفوا ما عرفت كي نديروا فيها، نخلصوا الواجبات ديالنا ويجيبوا لنا الضو.